بسم الله الرحمن الرحيم. بيان احرار حمص المريض. اولا، نطالب المجلس الوطني السوري بالاعتراف بالجيش السوري الحر بقياده العقيد رياض واسعد. ثانيا، الى جامعه الدول العربيه، انتم تمهلون وهم يراوغون ونحن نقتل. نطالبكم بالتعاون مع الحكومه التركيه لاقامه منطقه عزله امنه لحمايه الجيش الحر. ثالثا، نطالب الدول العربيه بطرد السفراء. رابعا، نطالب المغتربين السوريين واخواتنا العرب بالاعتصام امام السفارات السوريه من اجل طرد اتباع عصابات ال الاسد. خامسا، نطالب الشعب الروسي والصيني بالضغط على حكوماتهم والوقوف الى جانب الشعب السوري الذي يذبح كل يوم والا يكونوا شركاء عصابات الاسد بقتل الابرياء. سادسا، نشكر القنوات الحره التي وقفت الى جانب الشعب السوري الحر وخاصه الجزيره العربيه وفرنسا 24 والوصال وسوريا الشعب واورينت وعاش سوريا حره امنيه.